بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. مشاهده كيفن دي بروين ممتعه، بس مشاهده كيفن دي بروين وهو في افضل حالاته ممتعه جدا 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 جدا، وده اللي حصل في اليورو السنه دي. انا واحد من محبي المنتخب البلجيكي، واحد من الناس المعجبه جدا بروبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، واحد بحب جدا الانسجام والطريقه الثابته بالنسبه للسيد روبرتو مارتينيز، وهي 3-4-2-1. الراجل واضح جدا واللعيبه بتاعته عارفه كويس قوي الراجل بيلعب ازاي. الراجل بيحب 3-4-2-1، بيغير العناصر بس فكره ثابته، والفكره الثابته مع عناصر كويسه لمنتخب بلجيكي عنده لعيبه ومواهب كتير جدا منتشرين في الكوكب ده كله، حاجه مميزه جدا. خلصت المجموعه بدري بدري بعد الفوز على روسيا وكمان الفوز على الدنمارك، والنهارده بتلعب قدام فنلندا. الموضوع بالنسبه لك كان صعب المباراه اللي فاتت واللي قبلها لان كيفن دي بروين ما كانش موجود، بس لما كيفن دي بروين نزل في مباراه الدنمارك الموضوع اتغير وكيفن قدر ان هو يخلص لك المباراه. والنهارده كمان كيفن دي بروين انت بادي بيه اساسي، ومعنى انك بادي كيفن دي بروين اساسي وقدامه دبابه زي لوكاكو بيعرف يستفيد من كل دقيقه بيقعدها مع تيري هنري، لا اعرف ان المنتخب البلجيكي بيقدم كوره صعب ان هي تتقارن باي حد في البطوله حاليا غير منتخب ايطاليا، لان ايطاليا وبلجيكا في الدور الاول هم اللي كانوا على قد الثقه وعلى قد الامتاع اللي الناس كانت منتظراه من منتخب الايطالي والمنتخب البلجيكي. هتقول لي طب ما هولندا طالعه بالعلامه الكامله مع ديبور، هقول لك كورتهم مش مثاليه، اول موضوع واضح عندهم ان هو مش تمام وفكره ادوار بعيده. المنتخب هولندا ممكن ما يكونش مرشحين للبطوله، انما لو بديت على الرهانات في البدايه كرهان على المنتخب البلجيكي انه يخلص 9 من 9، كان كلام جاي من بعيد ان ايطاليا ممكن تخلص 9 من 9، كان كلام جاي من بعيد ان البرتغال او فرنسا قادرين ان هم يخلصوا 9 من 9، بس لا البرتغال ولا فرنسا ولا المانيا حد فيهم هيقدر يخلص 9 من 9. بس لما بلجيكا بتعمل 9 من 9 وثلاث ماتشات اداء وكوره ولا اجمل ولا امتع ولا احلى من كده مع تغييرات النهارده، وبتدي لايدن هازارد علشان خاطر يحاول يرجع فورمة كبيرة جدا كانت ضايعة منه وثقة كبيرة جدا بدأت تروح مع كتر الإصابات الكتير اللي بيتعرض ليها في ريال مدريد، حاجة برضو تستاهل عليها التحية السيد روبرتو مارتينيز. استمرارك على الثلاثة اللي تحت مع التغيير في فورمايلن بيلعب علشان خاطر تريح يان فورتوخل اللي تعاون المباراة الأولى قدام روسيا وقدر إن هو يلعب المباراة الثانية قدام الدنمارك، فالنهارده بتلعب فورمايلن وبتريح فورتوخل، حاجة محترمة وحاجة برضو جيدة منك. وجيسون جيسون دينر ده هو الديونير، ده هو الوحيد اللي مكمل. بوياتا بيلعب مكان، لا بص هو راح، هو حط جيسون دينر مكان توبي، وحط كمان ديريك بوياتا مكان جيسون دينير. بص هو انا اعتبر ان ده جيسون، هو اللعيب ابو شعر ده اللي بيلعب في ليون الفرنسي. الراجل بيلعب بثلاثة ورا، رايح منهم اتنين ولعب النهارده ديونير ده. دي الملخص بتاع القصه كلها. الاسم بتاعه صعب بس ما طقناه. الثلاثه كان في الاربعه اللي قدامهم فيهم تروسارد بتاع برايتون وكيفن دي بروين واكسل فيتسل وناصر الشاذلي، ايدن هازارد وجيريمي دوكير تحت راميلو لوكاكو. الموضوع كان ممتع جدا، وخصوصا كمان ان لوكاكو زي ما قلت لك بيستفاد من كل دقيقه بيقعدها مع برغم ان المنتخب الفنلندي كان بيلعب ب5-3-2، بس المنتخب البلجيكي كان قوي جدا الشوط الاول وكان قادر ان هو يوصل المرمى ويضيع. ايدن هازارد ما كانش موفق، دوكي ما كانش موفق، لوكاكو كان قادر ان هو يسجل هدف في بدايه الشوط الثاني بس الهدف اتحسب اوف سايد علشان خاطر حارس فنلندا لوكاس هارداسكي يسجل هدف في مرمى، او الهدف احتسب ان هو اون جول لحارس المرمى. وبعدها يجي كيفن دي بروين يدي الاسيست لوكاكو، لوكاكو بيلف في نص ياردة علشان خاطر يسجل هدف الثاني علشان ننهي المباراه وننهي الستاره بتاع المباراه، ويتيح للسيد روبرتو مارتينيز ان هو عايز ينزل بنتيكي ينزل بنتيكي، عايز ينزل مونير ينزل مونير، عايز كمان تنزل اي حد مكان كيفن دي بروين نزل وطلع كيفن دي بروين. ما عندناش اي مانع، بس يا ريت يعني تطلع كيفن في الدقيقه 90، وده اللي حصل فعلا. الراجل طلع كيفن في الدقيقه 90 ونزل مكانه هانز فينكن، وطبعا بجانب نزول باتشواي في الدقيقه 76 علشان خاطر المباراه يظهر السيطره عليها بعد الهدف الثاني بتاع لوكاكو، عشان المنتخب البلجيكي يكتفي بالهدفين، الهدفين اللي بيضمنوا لك الصداره، الصداره بتسع نقاط عن جداره واستحقاق، علشان المنتخب البلجيكي لحد دلوقتي في وجهه نظر هو المنتخب الايطالي اهم منتخبين صاعدين للادوار الجايه. قدموا اداء مثالي جدا في الثلاث مباريات اليوم. برضه مش هرجع اقول لك المنتخب هولندا مع ديبور قدم اداء سيء، طلع ب9-9، بس في حاجات في منتخب هولندا محتاجه تتظبط كتير جدا، وهذا وقت وحديث اخر ممكن نتكلم فيه على منتخب هولندا. بس لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش برضه اعمل لايك او سبسكرايب، معلش هو لازم يعجبك. يعني اللي بيقدمه كيفن دي بروين ده حاجه صعبه ان هي ما تعجبش اي حد، فاي حد يتكلم على اللي بيقدمه كيفن دي بروين لازم يعجبك، معلش يعني هي كده.